قرب العيد، النجمة على سطح المدخل بمدرستنا عم تعلن زمن الميلاد. نحن أصحاب العيد، يسوع ومريم والعيلة، جمعة الأحباب، تلاميذ، معلمين، عمال وإداريين، صيانة وممرضات، كهنة، حراس ورهبات، أهل وسائقين، كشافة وخريجين، عجقة وترتيل، تمارين وزينة. السنة دورنا نقدم الكونشيرتو الميلادي ونعيد صاحب العيد. ما نحن أم الصبي. السنة؟ شو هالسنة؟ استثنائية بامتياز، شقلبت حياتنا فوقاني تحتاني، غيرت مفاهيم وبدلت أولويات وعادات وتقاليد. 2020 الولاد صاروا يحبوا المدرسة، التعليم صار على التليفون، الملاعب فاضية وهادية، وسائل التواصل الاجتماعي اختصرت الزيارات واللقاءات، تباعد الجسد واجب، الحب بعبر عنه بإني ضل بعيد، الصف في نصه والنص التاني تبع الصف بغير صف وبغير يوم. الكمامة رجعت لغة العيون، الغمرة صارت أمنية، البوسة حلم، ضيقة، كورونا، خوف، قلق، حتى الانفجار صابنا منه شظايا. خسرنا أحباب وربحنا ملايكة بالسما. وحده يسوع باقي ركن هالعيلة، وحده مريم عم تحفظ كل الأمور وتتأملها بقلبها وتصلي. تصلي تبقى عيلتنا ثابتة بإيمانها بيسوع مهما قسيت الظروف. ومع يسوع ومريم العيد باقي عيد، والفرح شغلتنا، منلاقي كل الطرق الممكنة تنفرح، لأنه صاحب العيد بيناتنا، حامل النور لحياتنا والرجا لأيامنا، وهو وحده من أولوياتنا. الفرق إنه هالسنة المعايدة مختلفة، ما في مرسل ومرسل له، المعايدة السنة من القلب للقلب، يعني من الكل وللكل. المعايدة السنة حولت كل فرد من عائلة يسوع ومريم لملك مسؤول يوصل بشارة الفرح لكل أفراد هالعائلة، من بيوتنا، من خلف الشاشات، من مكاتبنا، من صدى ملاعبنا، من مسرحنا اللي اشتاق لعجقتنا، من المداخل والممرات، من صفوفنا وكنيستنا، من حد كلودين وعن الدراج، أونلاين وعلى تيمز، من بيروت والجبل والضيع والمناطق، حتى من السما، من كل مطرح موجود فيه حدا من عائلة جيزس أند ماري، من ربطة الأهل والمعلمين، من كل الإداريين، من كل عامل، من كل تلميذ، من كل الأقسام، وكل حدا حب هالشعار جي أم. بدنا نعيدكن بعيد اللي ترك السما ونزل يعمل أرضنا سما، وجمعنا بعيلة كل واحد من مطرح تنشبه مغارة بيت لحم اللي اجوا عليها ونجمعوا فيها، من الناصرة، من المشرق، من البرية، من السما، من عنا، من هون، من هون بلاده. هيدا هو اللي جمعهم بمغارة، جمعنا اليوم بمحبته اللي نزلت الألوهة زيارة للإنسانية، حتى الإنسانية تتعلم الحب وتعانق الألوهة. مع يسوع ومريم ويوسف حامل عيلة رح نتخطى كل الظروف الصعبة، وهالسنة نتعلم نعيش العيد الحقيقي مش بالمظاهر، إنما بقوة الحب اللي أثبت إنه وحده أقوى من كل الصعاب. ينعاد عليكم دايما مع يسوع ومريم بالفرح والصحة والإيمان والحب. يا يسوع، بهالعيد العظيم حط السلام والمحبة بكل أفراد العائلة وكل التلاميذ واللي علمناهم، واعطيهم الفرح الدايم. أنت الإله اللي ما بتنسينا أبداً. أمين. أنا بدي أشكر الله على كل اللي إجوا على هالمدرسة درسوا هون ومرقوا معنا وأخذوا روحانيتنا،
وكل اللي رح يجوا بعدينا كمان ويحملوا المشعل ويكملوا الرسالة اللي بلشتها وتركت لنا إياها القديسة كلودين تيفني. طلابنا الأحبة، أنتم محفورين بفكرنا وقلبنا وضميرنا، منصلي تكونوا بخير تتكون كل المدرسة بخير، وملايكتنا الغاليين اشتقنا لكم، اذكرونا من حد الرب لتبقى مدرسة يسوع ومريم عيلة متحدة بالحب، وشاهدة لاتحاد السما بالأرض من خلال تجسد ابن الله وميلاده. معلمين ومعلمات مدرسة يسوع ومريم، انتو فخر المدرسة وعزتها وصيتها الحلو، منبارككم بهالعيد ومنتمنى من صاحب العيد يمن عليكم بالراحة والفرح، يحفظكم مع عيالكم ومحبينكم ويكفيكم على مجهودكم المضاعف، وكونوا أكيدين أنه منقدركم ومنحبكم. شكراً مدرسة يسوع ومريم، سمحت لحركتنا الكشفية تكون بهالعائلة وأمنتي لنا كل شي احتاجناه، حتى بالكشافة نعيش الاستعداد الدايم للعطاء المجاني. بسبب اهتمامكم فينا لما كنا صغار تعلمنا نهتم بغيرنا لما كبرنا، وهذا الفضل اللي بيرجع كله لحضن هالمدرسة ومحبتها. إن شاء الله بينعاد عليكم وعلى كل فرد من هالعائلة بالفرح والخير، ونبقى دايما عند حسن ظنكم وفخورين بكوننا تلاميذ يسوع ومريم. نحن تركنا المدرسة وتخرجنا بس ما مننسى قيمة وتعب معلمينا علينا، مشتاق للصفوف والمباني والملاعب يلي فيهم قطع من روحنا وشقفة من عمرنا ويمكن أحلى سنين حياتنا. ولكل فرد من عائلة يسوع ومريم ترك بصمة بحياتنا وساهم بتكوين شخصيتنا، منقول منعاد عليكم بالتقدم والنجاح. We are proud to be JMers. Lead on, we follow, wherever you may call us. No matter where we go and no matter what we do, JM values always guide us in our lives and in our choices. ينعاد على كل عائلة يسوع ومريم من كل قلبنا بالخير وبالصحة. انتو دايما بقلوبنا ودايما بأفكارنا وبصلواتنا وين ما كنا بالعالم. All our love. Notre chère école, nous te remercions de nous avoir réuni au cœur de cette famille. Nous prions que tu restes comme l'étoile de Noël, la lumière qui nous guide vers Jésus. Beloved students, your presence, our school is better. It is full of life. We hope to see you again soon. God bless you all. شغلنا بيقول إنه نحن أول وجه ليسوع ومريم بيستقبل الطلاب كل يوم. باسمي وباسم زملائي منعيد مدرستنا ومنتمنى لها دوام تقدم والازدهار، ومنعيد كل تلميذ وتلميذة مرقوا بباصاتنا ورافقناهم بمشاعرهم هني وجايين على المدرسة وهني وراجعين. إن شاء الله بينعاد على الجميع، ويا رب تكون كل دروبكم محروسة من يسوع ومريم. أحلى شيء لما كنتوا تجوا لعنا ونعرف إنه وجعكم هو شوق للماما أو زهق أو تكونوا هربانين من شي مادة صعبة عليكم. يا رب تكون أوجاع الحياة كلها من هالنوع وبس. الله يحميكم من كل أذى ويحمي أحبابكم، وهالميلاد يحمل النور لحياة كل شخص من هالعائلة. بهالسنة الاستثنائية شعرنا بتعبكم ومجهودكم يا معلمين أكتر بكتير من قبل، وقدرنا قيمتكم مع أولادنا أكتر. نسأل الرب يسوع يبارك فيكم وبعملكم لتبقوا على مثاله بالعطاء والتضحية. بهالظروف الصعبة اقتصادياً وصحياً واجتماعياً بدنا نتمنى لمدرسة يسوع ومريم دوام التقدم والازدهار، تبقى البيت الثاني لأولادنا، تسهر على أفكارهم وقلبهم وتواكب مسيرة حياتهم تطورهم العلمي التربوي والروحي بشفاعة العذراء مريم والقديسة كلودين. بالعيد المجيد من عيد أولادنا نتمنى يبقوا دايماً تلميذ ليسوع مريم كل الظروف. الله يقدرنا تنأملكم دايماً الأفضل وخصوص العلم والأخلاق، وإن شاء الله الرب يسوع يبارك جهودكم وحياتكم. مدراءنا وإداريينا من عيدكم بالميلاد، ومنسأل طفل المغارة يبارك فيكم ويجعلكم على مثال يوسف ومريم، تهتموا بكل شخص تحت إدارتكم كأنه يسوع. ربنا يسدد خطاكم لما في خير هالمؤسسة وتقدمها وخير كل فرد من أفراد هالعائلة. مدرستنا الحبيبة، شكراً على كل شيء قدمتي وأمنتي معي لتبقى العملية التربوية بأمان، ويبقى المشعل ضوء مثل ما تسلمنا لك. ينعاد عليك ألف عيد وتسلمنا.
بتبني مناهج تعلم أخلاق وإيمان. تلاميذنا الأحبة، منفتخر فيكن، منقدر جهودكن ومنشوفكن أبطال. قبلتوا التحدي وكنتوا على قد المسؤولية، من صغيركن لكبيركن. ربنا يوفقكن ويعطيكن أيام حلوة ومستقبل. من عيدكن يا أهلنا الأحبة، يلي عم تضحوا لتأمنونا كل شي بيلزم، لنكمل نتعلم بالرغم من كل الظروف الصعبة. الله يخلينا إياكن ويحميكن ويقدرنا نكافيكن. مدرستنا تبقى من أحلى المدارس، إن كنا بقلب المبنى أو أونلاين، وبصمتك تبقى بحياتنا بقلوبنا. الله يحميك ويعلم من مقامك مع كل دفعة خريجين بتغادرك وكل دفعة طلاب جداد بينتسبوا لهالعيلة. Our beloved teachers, we appreciate the time and efforts you make to guide us through our cultural, spiritual and social journey. Forgive us when we disappoint you. Help us when we fail, and be sure that we love you and wish you the best always. نشكرك يا رب على نعمة مدرسة يسوع ومريم بحياة كل فرد من هالعيلة الصغيرة والكبيرة. بارك يا رب كل شخص انتمى لهالمدرسة من قريب أو من بعيد. حول كل شيء فرقنا لاندفاعة همة ونشاط وعزم لنتابع المسيرة بهدي روحك القدس ونور كلمة الرب وشفاعة مريم وصلوات الكل. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year.